السلام عليكم البنات، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير، ما يخصكم حتى خير امين يا رب العالمين. في هذا النهار راح نقدم لكم فطيره بصدر الدجاج والصلصه البيضاء. نحتاج الكاس تاع صغير تاع الشاي تاع حليب دافي، ونفس الكاس نعبر به كاس تاع ماء دافي، ملعقه صغيره تاع خميره فوريه تكون معمره شويه، ملعقة صغيرة تاع السكر، ملعقة صغيرة تاع الملح، وكاس تاع الزيت. نزيدو عليهم زوج بيضات ونخلطو كاع المقادير مع بعض بالفوي، نخلطو مليح. نزيدو الفرينة غير بشوية حتى نلمو العجينة. العجينة راح تجي ملساء بزاف، تتلصق في اليدين. نلموها مليح ونعجنوها مليح. نغطوا العجينة وخلوها تخمر من نص ساعة حتى 40 دقيقة حتى يتضاعف الحجم نتاعها. في المقلة نحطوا حبة بصلة تكون كبيرة مرابية مع زوج مغارف زيت، ونشحروها مليح مع شوية تاع الملح وخلوها تتقلق. نزيدوا عليها صدر الدجاج يكون مطحون مرحي، ونخلطه مليح مع البصلة. انا زدت عليها حبة تاع الجزر تكون صغيرة مرحية باش تلقى لنا الحلاوة مع الدجاج. نزيدوا عليها شوية فلفل كحل وشويه البهارات تاع الدجاج، ونخلطو مليح ونخلوها طيب مليح حتى تشرب كاع الماء تاعها، ما نخلوش فيها الماء. نفرتو هذاك الدجاج هكا بالمغرف خاطرش الدجاج يجي ناشف ويديرنا كتل هكا، هذوك الكتل نفتوهم مليح. لتحضير الصلصه البيضاء نحتاجو زوج فرماجات نتاع الحبة، 4 مغارف نتاع الحليب، نحطوهم في الميكسر، نزيدو عليهم زوج بيضات ونخلطو كل شيء، نميكسو كل شيء خطرة واحدة. بعد ما العجينة خمرت نخولها الهواء اللي فيها، نديرو شوية فرينة في سطح العمل اللي نخدمو فيه، ونقسمو العجينة على 2، أنا قسمتها على 2. نورق العجينة تاعنا على شكل دائري ويكون السمك تاعها رقيق شوية، ما نغلطوهاش، نديروها على شكل دائرة.
نحطوا البلا اللي غادي نديروا فيه الفطيره في وسط العجينه باش ندوا القياس تاع الفطيره على حسب البلا تاعنا، نكبروها شويه على البلا باش نقدروا نديروا الفرماج في الاطراف. نستفوا الفرماج، انا درت فرماج متلتت، قسمت كل حبه على اثنين، نستفوا كاع لوتور على الدائره تاع اللي درناها، نستفوا كاع على الاطراف. من بعد نلفوا العجينه على الفرماج اللي درناه على الاطراف، نلفوها كاع لو تور تاعها، كاع ندورو بيها. حتى نتحصلوا على هذا الشكل. من بعد نتقبوا كاع العجينه تاعنا بالفرشيطه باش ما تنتفخش كي طيب. نحطوا الحشو في الوسط، ومن بعد نزيدوا عليها الصلصه البيضاء اللي درناها. انا زينت بالدوائر تاع الفلفل الاخضر، التزيين لك الاختيار. ومن بعد نزيدوا عليها الجبن المبشور وندخلوها في الفرن على درجة 200، ندخلوها تطيب. لكن حسوا بلي هذيك لاصوص نشفت والجوانب تاع الفطيره بداو ينشفوا، نخرجوها ونطلوها بصفار البيض من الجوانب ونردوها تطيب حتى تتحمر، تطيب وتتحمر من فوق. شهيتكم بالصحة، الفطيرة تاعنا راهي واجدة، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونقولكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. تبقوا على خير.